رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد أن الحوار الجاد هو الحل الوحيد للأزمة في بلاده. محكمة عراقية تصدر حكما جديدا بإعدام 2 من الفرنسيين بتهمة الانتماء لداعش الإرهابي. الخارجية الإيرانية تقول إنها لا ترى مجالا للتفاوض مع أمريكا. الخامسة مساء، الثالثة بالقاهرة، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. قال رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في تبني الحوار الجاد. وأوضح صالح أن الشعب الجزائري لا ينسى الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات، مشيرا إلى أن الحوار يجب أن يكون بكل روية وهدوء والتزام، كما أكد أن الشعب يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول للملائمة. قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أرسولا مولر إن هناك نحو 3 ملايين شخص عالق في محافظة إدلب السورية. وأشارت مولر خلال جلسة لمجلس الأمن إلى مقتل أكثر من 160 مدنيا وتشريد أكثر من 200,000 شخص جراء القصف على إدلب. كما طالبت المسؤولة الأممية بوقف استهداف المستشفيات والمدارس في إدلب. أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام على 2 من الفرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابية. وتأتي هذه الأحكام بعد صدور أخرى مماثلة خلال اليومين الماضيين على 4 متهمين آخرين، وبذلك يرتفع عدد المحكوم عليهم إلى 6 فرنسيين. أصدرت السلطات التركية قرارا باعتقال 23 شخصا من بينهم عسكري بتهمة تهريب أشخاص ينتمون لجماعة فتح الله جولن ومنتمين لحزب العمال الكردستاني وأشخاص يحملون جنسيات أجنبية خارج البلاد. وعقب صدور القرار بدأت قوات الأمن التركية مداهمة عناوين المطلوبين في 6 ولايات مختلفة لضبطهم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تعير الأقوال اهتماما، مشيرا إلى ضرورة تغيير نهج السلوك بحسب تعبيره. جاء ذلك خلال أو بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن إمكانية توصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وختاما لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء في أمان الله.